سوق هراس. هذه الولاية المعروفة قديما بسوق الأسود. تقع هذه الولاية بأقصى الشرق الجزائري على الحدود الجمهورية التونسية، تبعد على الجزائر بمسافة 640 كيلومتر، وهي من أهم الولايات الحدودية لأنها شرقية الجزائر على الدولة الشرقية للمغرب العربي الكبير وكذا الدول العربية. سوق هراس، مدينة المعركة الكبرى التي هي الحدث المميز في مجرى الثورة الجزائرية، والتي وقعت يوم 26 أبريل سنة 1958، واستمرت أسبوعا كاملا وخلفت 639 شهيدا، وقتل فيها 300 جندي من الاستعمار الفرنسي وجرح 700 آخر، لتبقى بذلك مسجلة كل افتخار في دائرة من عاشوا أحداثها من مجاهدين ومواطنين. ولا زالت هذه الولاية المعروفة بقادتها وزعمائها على قطع أسلافنا الذين ضحوا بالنفس والنفيس، فخلف من بعدهم رجال حافظوا على العهد والأمانة، والكل يشارك في بناء الجزائر. الجزائر هذا البلد الحبيب، هذه الأرض الطاهرة المسقية بدماء الشهداء، تربية الأجيال على حب الوطن والوطنية. فالكشافة الإسلامية الجزائرية محافظة ولاية سوق هراس، ولأول مرة في تاريخ الحركة الكشفية تنظم المهرجان الأول للفرق النحاسية والمجموعات التشريفية، حيث توافدت الأفواج الكشفية والفرق النحاسية من كل أرباع الوطن للمشاركة في هذا العرس الوطني وترقية فن النغم النحاسي، تزامنا مع ذكرى استرجاع السيادة الوطنية. وكان هذا من 28 جوان إلى 5 جويلية سنة 2011. كانت أجواء المهرجان الأول للفرق النحاسية تسودها الفرحة والأخوة، نظرا لأنه أول لقاء وطني بفضل الله ورجال الخفاء. وشهدت سوق هراس عرسا لا مثيل له في تاريخ الحركة الكشفية بهذه المدينة التاريخية. الكشاف أخو الكشاف، يبتسم دوما في وجه الآخرين، كشاف يوما كشاف دوما، بالعزيمة والإرادة والطاقات الكشفية وبفضل الله ورجال الخفاء تم إنشاء أول فرقة نحاسية كشفية عددها قرابة 160 عضو، لتخرج في شوارع مدينة سوق هراس منددة بالأناشيد الوطنية. مستوى التراب الوطني لهذا الإنجاز العظيم، ألا وهو تكوين فرقة النحاسية الوطنية بفضل الرجال، ندخل من بينهم طاقم التدريب وعلى رأسهم القائد بوغاليا والقائد ميالا اللي ما ذكرش أسمه. هذا حلم تحقق، ونقولها الشهادة لله بفضل هذا الراجل اللي هو ملوك طارق. كشاف هيا هيا يا كشاف.
ظنكم مما قدمناه وما سنقدمه في أضخم مشروع، أضخم مشروع إفريقي لتكوين وإنشاء أكبر فرقة نحاسية كشفية في الجزائر. الحلم اللي كنا نحوسوا عليه، الحلم اللي كنا نحوسوا عليه ونجروا عليه تحقق. يشهد التاريخ ويشهد ربي ان الكشافة فتحت لنا الجميع ودرنا اول فرقة نحاسية وطنية في الدول العربية والجزائر، عددها 144 عضو. مبروك عليكم ولادي. التضحية والرسالة المضمبرية شعارنا، ونغمات الجبال لحننا. لسنا أقل وطنية، على خطى الأمجاد بوراس رائدنا. نحن خير خلف لأسلافنا، المجد والخلود لشهدائنا، العزة لهم وفخرا لنا. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أرى؟ وبعد هذا الإنجاز الذي تحقق ولم يسبق له نظير في الحركة الكشفية، هذه الفرقة النحاسية تم إلغاؤها وضرب مشروعها عرض الحائط لأسباب يجهلها الجميع. فهل يا ترى هي كثرة الحسابات العشوائية والمصالح الشخصية والخوف على المناصب في جزائر العزة والكرامة، أو فقط أرادوا إبطال إرادة شباب متطوعين ومتشبعين بالروح الوطنية؟ أرادوا فقط أن يعزفوا ألحان نغمات الجبال لأجمل راية من صنع الجهال؟ تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أو يبيد نستقي من الردى، ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكدا.